السلام عليكم ورحمة الله. أكيد كلنا عارفين أغرب حالة اختفاء منذ 2007 قضية تامي البناني. كل شي عارفها، كل شي سمع بها. اليوم غادي نتكلم على هذا السيد اللي كيقولوا عليه متواجد بمدينة الفقيه بن صالح، وكل شي قال بأنه عنده شبه كبير ما بين تامي البناني. كل شيء بارتاجا، كل شيء بدا كيصيفط. واحد الاخت خلت واحد التعليق اللي تار الانتباه، قالت فيه اه خوتي راه هذا هو، انا ساكنه في الفقيه بن صالح، راه دابا شي سبعه عطيتو الماكله وسميتو التهامي. هاد التعليق هذا تار انتباه بزاف ديال الناس، وكذلك تار انتباه ديال الامن الوطني. فالجديد في القضيه ان التحريات والابحاث بدات، ومشى الامن الحمد لله مشى تكلف ومشى شاف هذا السيد هذا اللي شكوا بانه عنده شبه كبير، او بالاحرى ممكن يكون هو تامي البناني. الامن دخل بعد ما تداولت هذه الصوره في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشخص هذا اللي كيعيش حياه التشرد بالفقيه بن صالح. بالفعل بعض الملامح الشبه كاينه بينه وبين المختفي خونة تامي البناني، ولكن الابحاث تبتات بان هذا الامر كيتعلق بشخص واحد اخر سميتو كريم من مدينه الرباط، كيعاني من خلل عقلي، وبان ما عنده حتى شي علاقه بتاتا بالفقيد تامي البناني، اللي اثارت القضيه ديال اختفائه ضجه اعلاميه وطنيه ودوليه. كنتمنوا الشفاء للاخ كريم اللي كيعاني من خلل عقلي في مدينه الرباط، كنتمنوا له الشفاء العاجل يا رب. وكنتمنوا القضيه ديال تامي البناني ما تسدش، القضيه ما تقفلش، وان شاء الله الحمله غادي تبقى مداومه من اجل هذه الام هذه. كذلك غادي نشارك معكم بلاغ للراي العام اللي صدر اليوم، بلاغ المكتب المغربي لحقوق الانسان، والخلاصه ديالو كانت تضامننا لا مشروط مع السيدة حياة، وفي حالة إغلاق القضية أو إحالتها إلى الحفظ سنلجأ إلى جميع الجهات القضائية والدولية وكافة الوسائل لإدانة هذا السلوك. هذا الملخص اللي جاء في الأخير ديال هذا البلاغ الرأي العام. احنا كاملين سمعنا القصة الكاملة ديال هذا الشاب هذا. الله يكون في عون الام ديالو، اللي عنده الولاد غادي يحس اكثر بالغصه اللي في قلب هاد الام المكلومه. الروح عزيز عند الله، اكيد غادي تحل اللغز ديال هاد القضيه ان شاء الله. متابعيني، الحل الوحيد ان شاء الله باش نفرحوا هاد الميمه حياه العالمي هي ندير واحد الحمله فيسبوكيه كبيره باش يوصل ملف اختفاء تامي البناني لجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وتبرز كل معالم الحقيقه مخفيه على اسره تامي. ساهموا معنا في الفيسبوك، في الواتساب، في اليوتيوب، في جميع مواقع التواصل الاجتماعي باش القضيه توصل للجميع. ان شاء الله توصل حتى لجلاله الملك علاش لا، وتحل هذه القضيه وتطفى داك النار ديال الام المسكينه المكلومه السيده حياه العالمي. كنتمنى هذه القضيه تبقى مفتوحه ما تغلقش، وان شاء الله نلقاو الحل. نخليكم متابعيني، بالسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.